الرئيس السيسي يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويوجه بتنفيذها وفقا لأعلى المعايير الهندسية. لبنان يعلن القبض على خلية مرتبطة بداعش الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ عمليات داخل البلاد. وانطلاق سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية نورث كارولاينا عبر البريد. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا بكم، وفي البداية نجدد رجاءنا لجميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك واحمي بلدك. نستهل نشرتنا من رئاسة الجمهورية، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في شرق القاهرة شملت مواقع إنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في شرق القاهرة شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر. عندنا بعض المرافق خط زيت كابل ضغط عالي 220 كيلو فولت، خط زيت بنحاول نفاديه. عندنا خط مواسير صرف صحي 600 متر طولي، الحمد لله فندم بنفادي المرافق دي بدون اي اضرار، والله فندم باذن الله ضغطين جدا. قبل المدارس، قبل المدارس طبعا، ان شاء الله قبل المدارس ان شاء الله. في المدارس ان شاء الله ده وده تمام، ده وكل ده ان شاء الله تمام ان شاء الله فندم. يعني كده يعني عشان، وكمان اذا كنا هناخد الكوبري وقلنا الشوارع اللي جنب منه كمان تتاخد تمام. اوامر مش كده ولا ايه؟ اوامر فندم. طيب موضوع الكورونا والقصه خلي بالكم، عايزين الموضوع عايزين نفضل زي ما احنا كده بفضل الناس ان شاء الله. شكري اوامر اوامر شكري. اوامر عليك. شكري. أوامرك. في نفق صرف صحي معطلنا شويه في بدايه النفق الكوبري بتاع الصعيد، ان شاء الله فندم نتغلب عليها ونخلصها ان شاء الله فندم. شد حيلك. اوامر فندم. اوامر فندم. ربنا يبارك فيك. موضوع الوقايه والكلام تمام مفهوم يا فندم. مش هنتهي فندم. شكرا محمد. مفهوم يا فندم. توفيق ان شاء الله. اوامر فندم. اوامر فندم. كما التقى السيد الرئيس بإحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع، حيث استمع سيادته إلى طلبها للعلاج، موجها سيادته جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيا وفق أرقى البروتوكولات العلاجية. وانا تعبانة. لا والله قلب وسكر وكبد. ألف لا بأس. وضغط. اللي انت عايزها تعمل لك إن شاء الله يبارك لك. حاضر حاضر. عايزة توريني ده العلاج؟ مين اللي قالك لا؟ مين اللي قالك لا؟ كل ما هني يقولوا كورونا دوا كورونا دوا ومشوني. يعني مين اللي مشوكي؟ لا ده احنا علينا ليه؟ تسلم يوم. لا على طول. تسلم. على طول. ايه تاني؟ يا ماما. ايه تاني؟ بس يوم ما شاء الله يبارك لك. لا صحيح. والمصحف ما انت خباك، والمصحف. أنا مصدقك، بقول لك إيه تاني؟ استني. كلمني. أنت عايز تمشي؟ مروح. شكري. ان شاء الله يراضيك يا امي، ولدي عندي سرطان والله. اللي انت عايزاني اعمله كله ان شاء الله يبارك لك. ده بنروح لك فين؟ لا ده هم هياخدوا منك دلوقتي كل البيانات. ان شاء الله يناديك يا ولد، ما حد يضرك ويخلي لك اولاداتك وبارك فيك ويراضيك. شكرا شكرا شكرا، ان شاء الله يخليك. هذا وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، قامت الأجهزة المعنية على الفور بالتوجه إلى منزل السيدة المسنة التي تصادف وجودها أثناء جولة الرئيس بمنطقة شرق القاهرة لتقديم العلاج اللازم لحالتها.
وكانت السيدة المسنة قد اشتكت للرئيس السيسي من معاناتها من بعض الأمراض. اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجدة خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير تلقاه من أمانة الشؤون الطبية لمجلس الوزراء. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه يتابع بشكل دوري الجهود المبذولة لتوفير الأدوية المطلوبة ضمن البروتوكولات المحددة من وزارة الصحة لمواجهة كورونا مع الجهات المختصة، وذلك لتأمين احتياجات المواطنين من هذه الأدوية. هذا وأشار التقرير إلى أن كميات الأدوية تم توفيرها لسد احتياجات السوق المحلية لمرضى كورونا، لافتا إلى أن هذه الأدوية كافية وأنه لا حاجة للتهافت على تخزين وشراء الأدوية من قبل المواطنين، وهيئة الدواء المصرية تتولى توفير الأدوية المطلوبة أولا بأول لمن يحتاجها. أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع السودان حكومة وشعبا ووقوفها إلى جانبه لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل. وتعرب مصر عن خالص التعازي في ضحايا الفيضانات، فتؤكد استمرار استعدادها الكامل للتنسيق مع الأشقاء في السودان اتصالا بجهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات، معربة عن ثقتها في تجاوز السودان حكومة وشعبا لتلك الأزمة. هذا وأقر مجلس الأمن والدفاع السوداني فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، واعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وذلك على خلفية السيول والفيضانات التي تضرب البلاد. وأوضحت وزيرة العمل السودانية خلال مؤتمر صحفي أن الفيضانات ضربت 16 ولاية بالبلاد وتسببت في مصرع 99 شخصا وإصابة 46 آخرين. استعرض تقارير الخريف لهذا العام ووقف على حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان ووفاة 99 مواطناً وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من 500,000 نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100,000 منزل، وقد تجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين 1988 و1946 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع. قرر المجلس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020. أعلنت الحكومة السودانية أنها توصلت لاتفاق مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو لاستئناف محادثات السلام. وأوضحت الحكومة السودانية في بيان لها أن الاتفاق نص على استئناف التفاوض تحت رعاية حكومة جنوب السودان مع وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض. استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني بقصر التحرير بالقاهرة. اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. أعلنت قيادة الجيش اللبناني توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت بصدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني. وأشار الجيش اللبناني لأن توقيف عناصر الخلية الإرهابية تم في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع. وأضاف البيان أن استئصال هذه الخلية يأتي في إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها. من التفاصيل حول هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة اللبنانية بيروت الأستاذ يوسف دياب الكاتب الصحفي. أستاذ يوسف مساء الخير وأهلا بك في هذه الجولة، هل لديك أي تفاصيل أكثر وأوفى عن هذا الخبر؟ طبعا يعني تفاصيل هذا الخبر ورد في بيان لقيادة الجيش، لكن منذ أن حصلت الجريمة في بلدة كفتون في شمال لبنان قبل أسبوعين كانت المعلومات، يعني تلقينا معلومات عن أن
بعض الخلايا النائمة الإرهابية النائمة التي تدور في فلك تنظيم داعش بدأت تفعل حركتها على الأراضي اللبنانية، وهي عبرت اليوم عن أولى عملياتها الأمنية بهذه الجريمة التي أودت في حياة 3 شبان يقومون بحراسة بلدتهم. هذا الأمر طبعا يعني يدفع أو يستدعي يقظة أمنية من الأجهزة ومن الدولة، يعني بخلاف الاسترخاء الذي ساد في الأشهر الماضية، لأن ثمة عوامل كثيرة قد تدخل على الخط، خصوصا وأن لبنان اليوم يعاني أزمات مالية واقتصادية. وفي هذه النقطة تحديدا أستاذ يوسف، هل الأزمات، هل التحديات الداخلية في لبنان سياسية واقتصادية ومالية وغيرها تقوض من جهود القوات الجيش القوات الأمنية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي؟ طبعا هذه المسألة لها بعدان، البعد الأول ايضا انها كما تفضلت تقوض يعني من مجهود الاجهزه الامنيه، لان الجيش اليوم منشغل في ضبط الوضع الداخلي خصوصا بعد انفجار المرفأ، مساله مساعده الناس المنكوبه، مساله ضبط الامن بما خص الوضع في جنوب لبنان، والبعد الاخر ان يعني الوضع الاقتصادي يهدف او ربما يستميل الكثير من الشباب اليوم من قبل التنظيمات الإرهابية التي تجد اليوم في شباب لبنان العاطل عن العمل فرصة لإمدادهم ببعض المال لاستمالتهم وتجنيدهم في هذا التنظيم ومن ثم القيام بعملية إرهابية. لذلك أنا أعتقد اليوم أن الوضع في لبنان دقيق وحساس. التحديات كبيرة في لبنان كما ذكرت أستاذ يوسف، هل يتحمل لبنان مثل كذا عمليات إرهابية إن حدثت يعني، ونتمنى لا تحدث طبعا؟ طبعا اليوم مناعة لبنان أقل من ذي قبل بكثير. كنا نعرف في السنوات الماضية أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية خاضت حربا قاسية في مواجهة التنظيمات الإرهابية مثل جبهة النصرة وتنظيم داعش التي كانت تسيطر على أجزاء من حدود لبنان الشرقية. اليوم المناعة الداخلية أقل صلابة من ذي قبل، عدا عن أن الدولة بأجهزتها الأمنية باتت منهكة بعد الأزمات التي مر بها لبنان، عدا عن أن الدولة اليوم ليست لديها الإمكانيات لتجنيد طاقات بديلة أو مرادفة للتفرغ لمواجهة هذه التنظيمات، لكن باعتقادي أن خطر مثل هذه المجموعات سيحول الأولويات اليوم باتجاه يعني رصد مثل هذه الخلايا وتعقيدها. يعني فيما يبدو أن الأولويات كثيرة في لبنان فيما يتعلق بالسياسة والاقتصاد والآن الأمن ربما وحماية الحدود اللبنانية، تحديدا الحدود اللبنانية السورية. على أي حال الأستاذ يوسف دياب الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. أعلن البنك الدولي أنه ألغى صرف 244 مليون دولار لمشروع سد بسري في لبنان بعدما عبر مرارا عن قلقه بشأن المشروع. وأوضح البنك في بيان له أنه أخطر الحكومة اللبنانية بقراره الذي يسري على الفور، مضيفا أنه شدد مرارا على ضرورة وجود عملية استشارية علنية وشفافة وشاملة. وأثر المشروع الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية في 2015 بشكل مبدئي بتكلفة إجمالية تصل إلى 617 مليون دولار أثار انتقادات نشطاء الحفاظ على البيئة. إلى العراق، حيث أعلنت قيادة عمليات البصرة انطلاق حملة أمنية موسعة لحصر السلاح بيد الدولة. وأوضح قائد عمليات البصرة أن العملية ستستمر مبدئيا 5 أيام وسيسمح بحيازة سلاح خفيف في كل منزل. والبصرة هي إحدى المحافظات العراقية الأكثر سخونة في أحداث القتل والتهريب والنزاعات العشائرية، وقد شهدت في الأيام القليلة الماضية اغتيالات متعددة استهدفت ناشطين ومتظاهرين. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على 3 إرهابيين خلال عملية أمنية في منطقة تحسينية المعامل الواقعة شرقي العاصمة بغداد. وأفادت الخلية العراقية في بيان بأن العملية أسفرت أيضا عن ضبط أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن 11 هاتفا تستخدم أو يستخدم لتفجير العبوات الناسفة عن بعد.
وأكد البيان استمرار القوات الأمنية في تنفيذ مهامها وفرض الأمن في جميع المناطق لحماية المواطنين ومكافحة أي تهديد لسلطة القانون في البلاد. في اليمن أعلن التحالف العربي اعتراضه وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية، موضحا أن قوات الحوثي أطلقتها باتجاه السعودية لاستهداف الأحياء المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة. انطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 في ولاية نورث كارولينا فعليا، حيث باشرت الولايات بإرسال بطاقات الاقتراع الأولى إلى أكثر من 618 ألف ناخب طلبوا التصويت عبر البريد، وبعد استلام البطاقات يتعين على الناخبين ملؤها وإرسالها مرة أخرى إما عن طريق البريد وإما إحضارها إلى مكتب الانتخابات. وباستلام بطاقات الاقتراع يبدأ سباق انتخابي مدته 8 أسابيع ينتهي في نوفمبر القادم في الولاية التي يعتبرها البعض من الولايات المتأرجحة فيما يخص ميول التصويت. وقعت اشتباكات في شوارع مدينة بورتلاند الأمريكية بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على مقتل مواطن من أصول أفريقية بعد احتجازه من قبل الشرطة. استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما قامت باعتقال عدد من المشاركين في المظاهرة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تملك أي دليل حتى الآن يشير إلى تورط موسكو في تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، متعهدا خلال مؤتمر صحفي بأن الولايات المتحدة ستدرس هذا الملف بجدية بالغة. وأضاف ترامب أنه ليس لديه سبب للشك في النتائج التي توصلت إليها ألمانيا بأن نافالني تسمم بغاز الأعصاب القاتل نوفيتشوك، لكن الولايات المتحدة لم تر بعد تلك النتائج. وفي شأن آخر، وفي شأن آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده مستعدة للمساعدة في حل النزاع بين الهند والصين بشأن الحدود الجبلية بغرب الهيمالايا. ووصف الرئيس الأمريكي الموقف بأنه معقد للغاية، ونشر البلدان قوات إضافية على الحدود بعد اشتباك في يونيو الماضي شهد مقتل 20 جنديا هنديا. وعرض ترامب في السابق الوساطة بين البلدين لأن الصين قالت إنها لا ترى ضرورة لدخول طرف ثالث في تلك الوساطة. أكد وزير الدفاع الصيني والهندي عزمهما على حفظ الأمن والاستقرار على الحدود بين البلدين. وعقد اللقاء في موسكو على هامش اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون. يذكر أن التوترات بين الهند والصين لا تزال مستمرة منذ يونيو الماضي، حيث وقعت اشتباكات بين قوات البلدين على الحدود أسفرت عن سقوط قتلى. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت براين أن الصين لديها أكبر برنامج بين الدول التي تسعى للتدخل في الانتخابات الأمريكية. وأضاف براين أن بكين اطلعت بدور أكثر نشاطا في هذا الصدد دون ذكر أي تفاصيل. وشدد المسؤول الأمريكي على أن أي محاولة للتدخل في الانتخابات الأمريكية ستكون لها عواقب وخيمة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض مقاتلات تابعة لها 3 قاذفات استراتيجية أمريكية فوق مياه البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن المقاتلات الروسية عادت إلى قواعدها بعد ابتعاد القاذفات الأمريكية عن الحدود الروسية، محذرة من أنها ستواجه أي انتهاك لحدود الدولة الروسية. قال السفير الروسي لدى واشنطن أن نشر الولايات المتحدة للرؤوس النووية ذات طاقة منخفضة يزعزع استقرار الردع النووي العالمي. وأضاف أن مسؤول البنتاغون يوجهون الاتهامات لروسيا من أجل تبرير عزم واشنطن نشر رؤوس نووية ذات طاقة منخفضة، داعيا ممثل البنتاغون لإجراء حوار مباشر مع روسيا حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي.
وتأتي تصريحات السفير الروسي لدى واشنطن تعليقا على تصريحات نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي روبرت سيفر باتهام روسيا ببدء سباق تسلح غير استراتيجي. أكدت روسيا ضرورة تسوية الوضع في بيلاروسيا دون تدخلات خارجية في العملية السياسية في البلاد. وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء نائب وزير الخارجية الروسي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، حيث بحث اللقاء أفقت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وعدد من القضايا الدولية من بينها الوضع في بيلاروسيا. ذكرت مصادر محلية أفغانية أن مسلحين من حركة طالبان هاجموا إحدى المقاطعات الواقعة غربي البلاد. وأضافت المصادر أن قوات الأمن الأفغاني تصدت لهجوم الحركة لمسافة كيلومترين من مركز المقاطعة، إلا أن القتال لا يزال مستمرا. وتأتي هذه الاشتباكات على الرغم من جهود إحلال السلام والاستعدادات لبدء مفاوضات بين الأفغان. أعلنت البحرية السريلانكية السيطرة على حريق ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل سريلانكا، لكنه لم يتم إخماده بعد. وقال المتحدث باسم البحرية أن الناقلة التي تحمل ما يقرب من 2 مليون برميل من النفط الخام انجرفت على بعد حوالي 20 ميلا بحريا من الساحل الشرقي لسريلانكا. قرر خفر السواحل الياباني تعليق عمليات البحث عن المفقودين من أفراد طاقم سفينة شحن غرقت في بحر الصين الشرقي نظرا لسوء الأحوال الجوية. كانت فرق الإنقاذ قد عثرت على ناج ثالث من أفراد طاقم السفينة التي انقلبت في جو عاصف قبالة سواحل اليابان، وعلى متنها طاقم من 43 شخصا وما يقرب من 6000 رأس ماشية. ويقترب الإعصار هايشن القوي من جنوب غرب اليابان، ويحذر خبراء الأرصاد من أمطار غزيرة وأمواج عالية ومد مرتفع. أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 26,580,000 شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 872,903 شخص توفوا جراء الإصابة بالفيروس. وتم تسجيل الإصابات في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر الماضي. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المتضررة، تلتها البرازيل ثم الهند وروسيا. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عددا من الشركات المطورة للقاحات كورونا تعتزم إصدار تعهد عام بعدم السعي للحصول على موافقة الحكومات على منتجاتها قبل أن يثبت أنها آمنة وفعالة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الشركات ستتعهد بالالتزام بمستوى عال من المعايير العلمية والأخلاقية في إجراء الدراسات السريرية وعمليات التصنيع. يأتي هذا وسط قلق متزايد من أن تؤثر ضغوط سياسية قبل الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر القادم أن تؤثر على سلامة وفعالية أي لقاح محتمل لهذا المرض. أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1750 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 39 حالة وفاة، وارتفع بذلك مجموع الإصابات في عموم المغرب إلى أكثر من 68,000 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 1200 حالة. وفي العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد، موضحة أن حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت إلى أكثر من 252,000 حالة. الوزارة أضافت في بيان لها أنه من المتوقع أن يستمر عدد الإصابات في التصاعد خلال الأيام المقبلة، معربة عن أن تخوفها من أن يؤدي ذلك إلى عجز المؤسسات الصحية في التعامل مع زيادة أعداد الإصابات.
قالت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 51,194 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فضلا عن 907 وفيات. وسجلت البرازيل نحو 4,100,000 إصابة بالفيروس منذ ظهوره، وذلك في ثاني أكبر انتشار للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ذكرت وزارة الصحة في المكسيك أنها سجلت 6,196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و522 حالة وفاة. وأشارت الوزارة لأن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد وصل إلى 623,090 إصابة و66,851 وفاة. وقالت الوزارة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة. أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن ألمانيا سجلت أكثر من 1,300 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن حالتي وفاة، وارتفع بذلك مجموع الإصابات في عموم ألمانيا إلى أكثر من 248,000 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 9,300 حالة. ونتابع الآن على الهواء مباشرة مؤتمرا صحفيا لوزارة الصحة الألمانية بشأن تطورات كورونا في البلاد. Zum Beispiel psychosoziale Arbeit ist angesprochen worden. Die Gesundheitsämter machen ja deutlich mehr, als wir manchmal öffentlich so wahrnehmen. Und insofern ist Ärztinnen und Ärzte ein wichtiger Personalbereich, aber nicht der einzige. Und daher denke ich, kann es gut gelingen, die Stellen dann auch zu besetzen. Wir haben in diesem Pakt auch miteinander verabredet, dass bereits schon im Medizinstudium die Inhalte von ÖGD stärker verankert werden soll, aber eben auch der öffentliche Gesundheitsdienst als Praxisstellen auch stärker berücksichtigt werden soll. Wir wollen auch in der Weiterbildung den Bereich ÖGD stärken. سجلت روسيا 5,205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لأكثر من مليون إصابة، وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم. أضافت السلطات الصحية الروسية أن 110 أشخاص توفوا جراء الإصابة بالفيروس في 24 ساعة الماضية، وبهذا تصل حصيلة الوفيات إلى 17,759 حالة. قال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا أن البلاد سجلت 2,836 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. وقال المجلس إنه تم تسجيل 133,787 حالة إجمالا في أوكرانيا، بالإضافة إلى 2,811 حالة وفاة. وتفرض أوكرانيا حظرا مؤقتا على دخول معظم الأجانب إلى البلاد حتى 28 من سبتمبر، ومددت إجراءات العزل العام حتى نهاية أكتوبر لاحتواء الارتفاع الأخير في عدد الحالات المصابة. تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الهند 4,000,000 بعد زيادة قياسية لتصبح ثالث بلد على مستوى العالم يتخطى هذا الرقم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وكشفت بيانات من وزارة الصحة الاتحادية أن الهند سجلت 86,432 إصابة جديدة بالفيروس وأكثر من 1,000 وفاة، ليصل إجمالي إلى 69,561 وفاة. وتسجل الهند أكبر حصيلة يومية في حالات الإصابة بكورونا منذ نحو شهر، حيث تسعى حكومتها لفتح الأنشطة التجارية لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من انكماش حاد. في آسيا أيضا أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 2,529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة. وأضافت الصحة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بلغ 234,570 حالة إصابة، منهم 3,790 حالة وفاة.
لا نزال في آسيا، حيث سجلت كوريا الجنوبية 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أقل حصيلة يومية خلال 3 أسابيع بعد تطبيق قواعد تباعد اجتماعي صارمة لمواجهة موجة عدوى ثانية. وأظهرت بيانات المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وصول العدد الإجمالي في البلاد إلى 210,010 إصابات و333 وفاة. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، موضحة أن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج. وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 8 حالات لأشخاص لم تظهر عليهم أي أعراض دون تسجيل أي حالات وفاة. افتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني العام الدراسي الجديد وسط انتقادات حادة طلت الحكومة لقرارها استئناف التعليم بظل الظروف الصحية بسبب كورونا وتوقعات بتفاقم الوضع مع حلول الخريف. ودعا روحاني خلال مراسم الافتتاح لأن تكون المدارس هذا العام أشبه بالثكنة العسكرية من حيث الانضباط الدقيق للتلاميذ والطلبة والكادر التعليمي بالإرشادات الصحية. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في الاستجابة للشكاوى والبلاغات والاستغاثات الطبية خلال أغسطس الماضي. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في رفع درجة الاستعداد لاستقبال اتصالات وشكاوى واستغاثات مصابي فيروس كورونا والتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة. وتلقت المنظومة 8,288 شكوى واستغاثة وطلبا في مجال الصحة، منها 1,996 بلاغا بشأن فيروس كورونا في أغسطس وحده. يعد صندوق مصر السيادي صندوقا استثماريا سياديا مملوكا بالكامل للدولة ذا شخصية اعتبارية مستقلة. ويتكون الصندوق من رأس مال بقيمة 200 مليار جنيه مصري كرأس مال مرخص ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيه مصري إلى جانب الأصول التي تنتقل ملكيتها له. تعظيم الاستفادة من أصول الدولة هدف تسعى إليه مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعلن عن إنشاء صندوق مصر السيادي ليتولى القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. صندوق مصر السيادي يهدف للمساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها، بالإضافة إلى أدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، في حين تشمل استثماراته أيضا الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل. الصندوق الذي طبقته مصر يمثل صندوقا استثماريا سياديا مملوكا بالكامل للدولة برأس مال قيمته 200 مليار جنيه مصري كرأس مال مرخص به ورأس مال مصدر يبلغ 5 مليارات جنيه مصري إلى جانب الأصول التي تنتقل ملكيتها له وعوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق. ولدعم موارد الصندوق نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بزوال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة لتنقل ملكية العقارات لصالح صندوق مصر وتقيد في دفاتره. هو منطقة وسط البلد منطقة لها طبع خاص ويعني بتحرك مشاعر عند ناس كتير، ومن ضمنها الحفاظ على الصبغه التراثيه والصبغه المعماريه المتميزه في منطقه وسط البلد. فاحنا بالتنسيق مع وزاره الاسكان في فرق عمل كتير قوي منوطه بترميم واعاده استعاده رونق وسط البلد، وطبعا في ظل هجره مؤسسات حكوميه كتير للعاصمه الاداريه الجديده، المباني اللي هيعاد استغلالها هيبقى لازم يبقى ضمن مخطط عام متجانس ويخدم بعضه لاعاده احياء النشاط الثقافي والاقتصادي، لان منطقه وسط البلد دايما هتبقى في قلب النشاط الاقتصادي لمصر كلها مش بس للعاصمه. وجاءت من ضمن الملكيات العقاريه التي انتقلت ملكيتها للدوله
أرض ومبنى مجمع التحرير بجانب أرض والمبنى القديم لمقر وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أرض الحزب الوطني المنقضي بجوار المتحف المصري. أهمية الصندوق ازدادت في ظل جائحة فيروس كورونا، والتي لم تؤثر فقط على معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد المصري، بل أثرت على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية ومعدلات الاستثمار في كافة دول العالم، لتظهر مدى أهمية الاستفادة من كافة الأصول لدعم التعافي الاقتصادي من آثار الإغلاق الجزئي الذي شهده الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي وانكماش القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع السياحة. أعلن وزير البترول طارق الملا أن تطور نتائج أعمال قطاع البترول في منطقة ميناء الحمراء البترولية عاما بعد الآخر يتحقق مدعوما برغبة قوية في الاستفادة من إمكانيات الميناء المتميزة. وأكد الملا أن الجولة التفقدية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالميناء مؤخرا وافتتاحه مشروع تطوير تسهيلات الشحن البحري أوضحت أن خطط القطاع تحظى بمتابعة ودعم قوي من الحكومة والقيادة السياسية، وهو ما يعطي دفعة قوية لمزيد من العمل والإنكاس. أعلنت وزارة التخطيط في تقرير لها الملامح الأساسية لمستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 2020-2021، وتقدر بنحو 45 مليار و300 مليون جنيه. وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن قطاع الكهرباء يعد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد القومي، ويعد أداؤه مقياسا لمدى التقدم الاقتصادي للدولة، حيث تعتبر الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، وتقوم عليها كافة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية. أكد وزير المالية محمد معيط أنه تم توقيع 35 اتفاقا جديدا مع شركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية لدى صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة الاستثمار. وأشار معيط لأن ذلك يأتي تنفيذا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، والتي تبلورت في عدة مبادرات فعالة للحكومة، بما يسهم في تشجيع الصناعة وتحفيز الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذي يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة. أكدت مصلحة الضرائب أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تلقى اهتماما كبيرا من وزير المالية محمد معيط، ومتابعة مستمرة لكافة الخطوات التي تتم لتحقيق التكامل بين أنظمة الشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمصلحة. وأشارت المصلحة إلى قيام وزير المالية بالتوجيه نحو ضرورة التعرف على آراء الشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة، والتعرف على مقترحاتهم لتحسين أدائها، ومعرفة تجاربهم في التكامل مع المنظومة، مما سيحقق المنفعة المشتركة لمصلحة الضرائب والشركات والاقتصاد ككل.
تتواصل أو عقدت بدولة الإمارات فعاليات المؤتمر الافتراضي للنسخة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، وتهدف القمة لإعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي فيما بعد أزمة كورونا التي خيمت على الاقتصاد العالمي، لتصبح تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أملا بعصر جديد من النمو. توقعت مؤسسة فيتش العالمية أن تشهد البنوك الصينية تراجعا أكبر في الأرباح خلال النصف الثاني من العام مع ارتفاع القروض الرديئة بسبب جائحة كورونا. وذكرت فيتش أن الصين تهدف إلى التخلص من 3.4 تريليون يوان، ما يعادل 497 مليار دولار من القروض الرديئة من القطاع المصرفي خلال هذا العام. توقعت مؤسسة مورغان ستانلي أن زيادة الاستثمار الأجنبي في الأسواق الصينية قد يعزز استخدام اليوان ليصبح في المركز الثالث في احتياطي دول العالم من النقد الأجنبي بعد الدولار واليورو خلال 10 سنوات. وأوضح البنك الأمريكي أن اليوان الصيني يشكل حاليا نحو 2% من أصول احتياطي العملات الأجنبية العالمية، لكن تلك النسبة قد ترتفع إلى ما يتراوح بين 5% و10% بحلول عام 2030، متفوقا على الين الياباني والجنيه الاسترليني. وصلت صناديق الذهب وسندات جذب التدفقات النقدية للمستثمرين مع ابتعادهم عن أسواق الأسهم خلال الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر. وأشار بنك أوف أمريكا إلى تدفق 22 مليار دولار نحو صناديق السندات. وتوقع المصرف الأمريكي استمرار التقلبات في سوق الأسهم على أن يسجل مؤشر ستاندرد أند بورز مستوى 3630 نقطة قبل انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة والمقررة في نوفمبر المقبل. تجرى اليوم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 تحت سفح الأهرامات، وتستحوذ قرعة البطولة على اهتمام بالغ نظرا لكونها نسخة تاريخية من بطولات العالم في ظل مشاركة 32 منتخبا في البطولة للمرة الأولى في التاريخ. القرعة تقام في تمام 7 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس. تحت سفح الأهرامات وفي محل أنظار جميع دول العالم، في أقوى بطولة بالتاريخ ومشاركة 32 منتخب لأول مرة، وبوجود أساطير اللعبة من لاعبين ومدربين، في يوم تاريخي للعبة كرة اليد، قرعة بطولة العالم 2021. الليلة 7 مساء على On Time Sports. هذا وتشهد النسخة 27 من كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 العديد من الأرقام الهامة نستعرضها في سياق هذا العرض. هذا وتفقد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد المنطقة الأثرية بالأهرامات لمتابعة الاستعدادات الجارية لإجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021. ووجه المحافظ بتكثيف دوريات النظافة على مدار اليوم والتعاون مع منظم الحدث في إزالة أي معوقات تواجههم كي يظهر الحدث على أكمل وجه، مشيرا إلى أن اختيار منطقة سفح الأهرامات لإقامة القرعة سيضفي الشكل الجمالي والحضاري وينقل للعالم روعة الحضارة المصرية. قال الإسباني روبرتو غارسيا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد أن قرعة المونديال ستكون صعبة بالنسبة للفراعنة في كل الأحوال، وأشار إلى أن منتخب مصر سيكون عليه الاستعداد بكل قوة أيا كانت المجموعة التي سيلعب معها في المونديال، مؤكدا أن المنتخب سيقاتل من أجل تحقيق نتيجة جيدة في كأس العالم. هذا وتشهد قرعة مونديال اليد توزيع 32 منتخبا على مجموعات البطولة، لكن 30 منتخبا فقط منها أصبحت معروفة فيما لم يحسم منتخبان تأهلهما بعد.
سنستكمل مشاهدينا الاعزاء اخبارا رياضيه، لكن نشير وننوه الى هذا الخبر العاجل، حيث عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص التضامن مع اشقائنا السودانيين حكومه وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق والتي ادت الى خسائر مفجعه في الافراد والممتلكات. واكد الرئيس السيسي استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لاشقائنا السودانيين في هذه الفتره الدقيقه للتعامل مع اثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الصبر والسلوان. إذن ننوه مشاهدينا الأعزاء إلى هذا الخبر العاجل، حيث عبر الرئيس السيسي عن خالص التضامن مع أشقائنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات. وأكد السيسي استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع أثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان. نعود مشاهدينا الأعزاء الأخبار الرياضية، خصوصا ما يتعلق باستعدادات مصر لاستضافة قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تقام اليوم تحت سفح الأهرامات. وينضم إلينا هاتفيا الأستاذ مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد. أستاذ مؤمن مساء الخير وأهلا بك في هذه الجولة، هل الاستعدادات اكتملت اليوم لإجراء هذه القرعة؟ مساء النور أستاذ همام، إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا النهاردة والاستعدادات اكتملت والشكل شكل جميل وحضاري، وأعتقد إن دي من أكبر الأحداث اللي هتتم السنة دي خلال 2020 بخصوص استضافه مصر لكاس العالم في 2021. والشكل اللي احنا شفته في البلوبه يعني شكل عالمي حضاري مبهج باذن الله تكون حاجه مشرفه لمصر باذن الله. طيب ده فيما يخص القرعه، بالتاكيد الدوله منذ سنوات وهي تستعد لاستضافه هذه البطوله، سواء من خلال القرعه اللي هنشوفها النهارده او حتى في اقامه الاستعدادات الصالات المغطاه في العاصمه الاداريه الجديده، في صاله جديده على ما اعتقد وبالتاكيد هناك صاله جديده، وايضا في مدن مختلفه في اربع مدن على ما اتذكر هناك صالات جديده. حدثنا ايضا عن استضافه عن الصالات الجديده اللي بنتها مصر وانشاتها لاستضافه هذا الحدث الهام وهذه البطوله. والله هو ملف مصر اللي كان متقدم لاستضافه كاس العالم كان بيشمل اقامه البطوله على اربع صالات جديده، ودولة من 2015 من ساعة لما تم إبلاغها بالنجاح اللي تم يعني الملف بتاعها قررت إنها تنشئ صالة في برج العرب بجنب جوار استاد برج العرب لكرة القدم على أعلى مستوى بساعة 5500 متفرج، والصالة الثانية اللي هتقام عليها صالة 6 أكتوبر برضه 4500 متفرج. ودي من اعلى الصالات اللي موجوده في العالم كديزاين دلوقتي، كاستعدادات ملاعب كتجهيزات غرف ملابس وغرف طبيه، يعني احدث زي ما بيقولوا كده اهوت يعني في الديزاينز الخاصه بالاستراكشر بتاعه الصالات. والصاله الاخيره اللي هي صاله استاد القاهره اللي بيتم تجهيزها الان تجديد شامل، وصارت العاصمه الاداريه اللي هي الحمد لله خلصت تماما يعني دلوقتي. بالتاكيد هي ظروف وتحديات كبيره بتمر بها استضافه مصر لهذه البطوله، خصوصا ما يتعلق بموضوع كورونا وبازمه كورونا. اللجنه الطبيه النهارده عندها مؤتمر صحفي يتعلق باستعدادات اللجنه الطبيه، الاستعدادات اللي خدتها مصر فيما يتعلق باستضافه هذه البطوله من الناحيه الطبيه. اجمالا يا استاذ مؤمن، ما هي الاجراءات المحددات الطبيه اللي اتخذتها مصر فيما يتعلق بحمايه اللاعبين وحمايه الفرق الطبيه والضيوف من فيروس كورونا؟ لا، هو حقيقة النهارده في مؤتمر صحفي في شامل شرح هذه الاحتياطات الاحترازيه بالظبط من اللجنه الطبيه في الاتحاد الدولي ومنظمه الصحه العالميه وجميع الصحفيين من الخارج لطمأنه العالم كله على الاجراءات اللي مصر هتتخذها باستقبال هذه البطوله ومشاركه وتامين مشاركه الفرق من الناحيه الطبيه. طيب ان شاء الله باذن الله يعني هتبقى المؤتمر النهارده موجود فيه كل الاسئله والاجابات وهنكون موجودين في هذا المؤتمر ان شاء الله. طيب اخيرا يا استاذ مؤمن، طمنا على استعدادات منتخب مصر لكره اليد استعدادا لهذه البطوله. والله المنتخب ابتدى استعداداته من ثلاث اسابيع بالظبط من بعد ما ابتدى الرياضه ترجع تاني للملاعب،
وقدامنا في الاستعداد حوالي ست، احنا الفتره الاوليه للاستعداد هي 6 اسابيع، كان اسبوعين في الغردقه وبعدين اسبوع او 10 ايام في القاهره وبعدين نرجع تاني اسبوعين تاني في الغردقه، وبعدين هنبتدي مباريات الدوري العام، هنستكمل مباريات الدوري العام والدوري الجديد، وبعد كده في بطوله افريقيا للانديه مصر بتستضيفها برضه في نوفمبر، وبعدين هيبقى فيه في الفتره دي 3 ماتشات او 4 ماتشات دوليين مع البحرين والارجنتين، وبعدين هتيجي معسكر مغلق بقى في احد الدول الاوروبيه من اول ديسمبر ان شاء الله. الاستاذ مؤمن صفا امين صندوق الاتحاد المصري لكره اليد، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وهذه المداخله، ونتمنى التوفيق اليوم في القرعه وحتى في استضافه مصر لبطوله كاس العالم لكره اليد 2021. بأخبار رياضية مشاهدينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة 12 ظهرا، وهذه تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويوجه بتنفيذها وفقا لأعلى المعايير الهندسية. لبنان يعلن القبض على خلية مرتبطة بداعش الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ عمليات داخل البلاد. وانطلاق سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية نورث كارولاينا عبر البريد. في النهاية لا يتبقى سوى أن نحيط علم سيادتكم بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 رأسي. الشكر لكم مني همام جاهد على متابعتكم الكريمة. إلى اللقاء.